اللهم اجعلنا على الدوام نحفظ أعراض المسلمين ونوقر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه، حتى يكون باب تعظيمنا لحضرة النبي وتوقيرنا لحضرة النبي باب يرق قلوبنا ويفتح قلوبنا لحسن الخلق ويفتح قلوبنا لجمال النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أكرمنا بشفاعة سيد المرسلين يا رب العالمين.